يعني هاي الكلاب مشكلة عويصة، مشكلة كبيرة بنواجهها كل يوم وكل ساعة، وعلى مدار يعني صارنا أكثر من حوالي 5-6 سنوات بنشوفها بالشوارع، بنشوفها بالطرق أثناء رحلاتنا، أثناء ذهابنا وإيابنا، يعني هاي كثرت بشكل مش طبيعي. حتى بتذكر أيام الكورونا كأنك لما كنا نمر بالقرى نشوف شلايا غنم، صرنا نشوف شلايا كلاب. هاي اسمها اصلا كلاب ضاله. ليش ضاله؟ لا في حدا يرعاها، لا في حدا يطعمها، لا في حدا يسقيها، ومؤذيه. حتى منظر الكلب، منظر الكلب مخوف. في عندك حوامل، في عندك اطفال بيطلعوا الصبح على المدارس، لما يطلع الصبح على المدارس ويشوف الكلاب لا قرايه ولا كتابه، وبصير الطفل معاه مرض نفسي. المراه لما تكون حامل ممكن تسقط. طيب شوفون، البلديات هي المسؤوله، الامانه هي المسؤوله، البيئه هي المسؤوله. شوفوا لنا حل جذري، حل معقول انه هاي الكلاب نبطل نشوفها بالشوارع. يعني احنا بعصر التكنولوجيا، طب انا زلمه مثلا متمرس بعرف انه مثلا هذا الكلب ممكن اتلاشاه، بس الطفل كيف بده يتلاشاه؟ المراه كيف بده تتلاشاه؟ البنت كيف بده تتلاشاه؟ اما ينهش الاولاد، يعض الاولاد، في منهن كلاب مسعوره، ومش كل واحد يعني في العاصمه هون بيربوهن وبيحافظوا عليهن، ولكن لازم يكون في عناية في الحيوان إذا حابين يعملوا إلين حدائق خاصة. هذا اللي معروف عند كل البشرية. أنا في ضاحية الأميرة سلمة، كل يوم الصبح لما بنزل الفجر بتلاقيهم 10-12 كلب، يعني حتى في زلام كبار بيخافوا منهم، فما بالك الأطفال، وممكن يهجموا على واحد. بس اللي عنده شوية معلومات يعني عايش بالريف شوية فبيعرف انه ما دول يعني مخوفوش، بس اذا 10 هجموا لهم على واحد بقطعوه كبير ولا صغير. والاطفال مرات اللي بيروح على المدرسه الصبح بكير والله بخاف، امه بتوصله، ابوه بوصله، بوقف معه، بشوفهم مدارس خاصه حكومه، فمشكله لازم يلاقوا لها حل. يعني لازم الامانه تكافحها، يعني تاخذها عندها كلاب الضاله تقتلها اي طريقه. يا سيدي بدناش يقتلوها، ياخذوهم عندهم ويحبسوها يحجزوها من المشاكل هاي. قصة كان طالع من بيته فتعرض لعضة من الكلب، فنقلوا على المستشفى فأخذ إبرة وفارق الحياة. يعني وهم طالعين على مدارس الأولاد في مشكلة بالنسبة للمدارس الفترة الصباحية، وبرضو بنات الجامعة برضو لما يكون عندهم محاضرة برضو قريبة بدري تكون، هاي مشكلة كثير. الكلاب بتولقوا بالولاد عم بيهجموا عليهم بشكل مش طبيعي، يعني الولاد لحقوهم بكون فوق في الباب، اضطر انزل بكون اتبع اطلع عليهم وهم يمشوا بالشارع، لما يمرقوا اخر الشارع مثلا تضطر اوقات توصلهم المدرسة بكون الولد خايف اوقات. يعني في لازم الامانة نشوف له الحل الامانة، يعني لهنش يعني داعي، ما لهن اي فايدة. ليش بالشوارع حتى بالعاصمة عمان صار كثير وجدت نلاقي كلاب ضالة، والمساء بالليل يعني احنا تجار بنكون قاعدين بالمحلات بتلاقي البنات مشيات بهرب بيرجع لورا، بكون مقدمات بيرجع لورا، الا اذا تلاقي شاب يجي يفزع لها ويمشي معها يبعد الكلاب. بس العلاج انه يطخوهن يلغوهن يحبسوهن، هاي اجراءات امان يعني. وغير تلاقي لك كلب ميت فطيسه ريحته مزعجه كريهه بسوي امراض باب محلاتنا. بس بدها حل من عند الامانه، يعني ملهاش حل للامانه. كنا ماشي ويلحقوني كاربع خمس كلاب، شو بدها حاطم لا حاطم، طفل صغير ماشي لما يفلت عليه كلب منين امسكه؟ هذا منين؟ هذا ابني، كيف بدي اطوله هذيك الساعه؟ كلب ظال المفروض ازالته شيله قيمه، هم حرين شو يسووا فيه يسووا. هاي احنا لصاحب المنطقه اللي ما بقبله لحالي، ما بقبله لابني ولا لابن الناس، اللي عنده كلاب ظال يضبها. يعني احنا كمان يعني بنحبش يطلعوا الاطفال الصبح بدري لانه من هاي الكلاب يعني الواحد. والله كثير مخيفه، والاولاد رايحين على المدارس كثير بيخافوا، بنعاني كلنا منها والله. يا ريت والله تشوف لنا حل للمشكله هذه. انا شفت يعني شفت بعيني انا، ورحت كمان والله ماليزيا كمان وشفتهم، يعني ولا شيء، لا بعون ولا باذن، يعني بمرق من جنب ولا شيء. هذه شغلة يعني دور الحكومة يعني تطعمهم في على عفوا يعني على ذانه، في رقم، في مطعوم، في متابعة، في